لما وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر يقول إن الوقت الحالي مثالي للاستثمار في مصر حسب العديد من المؤشرات الاقتصادية، لما جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني لمصر يطلع يقول إن في ثقة اتولدت من المستثمر البريطاني بسبب إجراءات إصلاح الاقتصاد اللي بتتم في مصر، وإن خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي هيأثر بصورة إيجابية على العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر، ده لما كان إيه؟ معاه 40 مستثمر إنجليزي هنا بيزورون. طيب لما جيمس هارمون رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات المصري الأمريكي يقول حان الوقت للإسراع من وتيرة نشاطات الاستثمار ومستمرون في الاستثمار، على فكرة ده كان رئيس بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي. لما دول يتكلموا بالطريقة دي عن بلدنا يبقى ده تأكيد لكلامنا هنا في الداخل، يبقى أنا لازم أقف وأسمع وأعرف إن فيها حاجات حلوة واللي جاي أحسن بكتير. مساء الخير وأهلا بحضراتكم في برنامجكم أسواق وأعمال. النهاردة نهاية الأسبوع، موعدنا مع سوق المال وأدائه مع تحليل قطاع من قطاعاته. هنتكلم النهاردة عن أداء قطاع الصناعات الغذائية في سوق المال المصري وفرص النمو المتوقعة، خاصة مع القرار الجمهوري بتشكيل الهيئة العامة لصناعة الغذاء. ده هيكون في الفقرة الثانية، أما دلوقتي فنبدأ بأهم ما تناولته الصحف من الناحية الاقتصادية. وخبرنا الأول من جريدة البورصة تحت عنوان تراجعات حذرة للأسعار مع انخفاض الدولار. الخبر بيرصد تراجعات أسعار بعض السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية بالسوق المحلي، واللي بدأت بالزيت والسكر والقمح عقب التراجع اللي شهده الدولار أمام الجنيه على مدار الأسبوعين اللي فاتوا. التقرير بيقول إن سعر طن زيت الصويا تراجع بحوالي 1350 جنيه ليسجل حوالي 17000 جنيه بعد ما كان سعره وصل ل 18500 جنيه. وقال كمان إن طن القمح انخفض سعره بحوالي 100 جنيه بخلاف تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية والأخشاب بحوالي 15%. في توقعات بانخفاض باقي أسعار السلع خلال الفترة اللي جاية في حالة استمرار تراجع سعر الدولار. ده بيدعمه توقع صندوق النقد الدولي اللي بيأكد تباطؤ معدل التضخم في مصر خلال الفترة اللي جاية، واللي ارتفع لحوالي 30% في الشهر اللي فات بسبب قرار تحرير سعر صرف الجنيه. كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق أو صندوق النقد الدولي لمصر قال إنه بمجرد زوال مضاعفات إجراءات الإصلاح سوف يتباطأ معدل التضخم. وعلى فكرة في الخبر ده أو في نفس الجورنان في خبر تاني عن ارتفاع الحصيلة الدولارية في البنوك، منها البنك الأهلي المصري اللي زادت حصيلته إلى 100 مليون دولار في اليوم. فاكرين حضراتكم كان نائب رئيس البنك الأهلي الأستاذ حازم حجازي كان قال إن هم في اليوم في بداية الأسبوع في الأسبوع اللي فات قال 50 مليون دولار في اليوم بيروح البنك الأهلي، لا دلوقتي بقى 100 مليون دولار في اليوم. شفتوا طبعا النهاردة الانخفاض في سعر الدولار لأقل من 16 جنيه في بنوك عديدة. نروح لخبرنا الثاني من جريدة المال تحت عنوان في مسح المال 67% من الشركات بتأكد سهولة تدبير الدولار من البنوك. والمسح اللي أجرته الجريدة على عدد من الشركات المحلية قال إن حوالي 66.6% من عينة الشركات اللي شملها المسح أكدوا إن الحصول على الدولار عن طريق البنوك أصبح أكثر سهولة خلال الفترة الحالية، بينما ما زالت هناك بعض الصعوبات تواجه بعض القطاعات أو الشركات وفقا لرأي 33.3% من الشركات لأسباب مختلفة. وضمن الأسئلة اللي وجهتها الجريدة للشركات، ما التأثيرات المتوقعة لموجة انخفاض الدولار الحالية على تكلفة وأسعار المنتجات في الفترة المقبلة؟ إجابة الشركات كانت بأن خفض أسعار منتجاتها بيتطلب حفاظ الدولار على منحنى الهبوطي أو استقراره عند مستوياته الحالية بين 20 ل 30 يوم. الخبرين دول الأولاني والخبر ده متعلقين ببعض.
الخبر الأولاني عن انخفاض الأسعار أو انخفاض أسعار السلع الأساسية، هم أسعارهم انخفضت، والتوقعات هو طبقا للكلام اللي بيقولوه بقى في الخبر ده إن الأسعار هتنزل مع استقرار الاتجاه الهبوطي لمدة معينة عشان نبتدي نحس بتخفيض الأسعار. الحاجة الملفتة برضو للنظر في المسح اللي عملته جريدة المال هو القطاعات اللي كان عندها مشكلة في تدبير العملة، مش القطاعات اللي هي الخاصة بالسلع الغذائية، مش القطاعات الخاصة بالسلع الدوائية، لا يعني مثلا تلاقي مشكلة في قطاع السيارات مثلا، فده في حد ذاته حركة إيجابية. نروح للخبر الثالث وهو من صحيفة الأهرام تحت عنوان الملفات الساخنة تنتظر حلول الوزراء الجدد. الخبر بيقول أن الوزراء الجدد بيستعدوا للعمل على حل مشاكل متراكمة من سنوات في ملفات هامة للدولة، من ضمنها التعليم والاستثمار والتموين والمحليات والزراعة، والوزراء بيواجهوا العديد من التحديات لتحقيق أهداف برنامج الحكومة، ومنها تحسين المؤشرات المالية وضبط الأسعار في الأسواق. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بالوزراء الجدد وبالمحافظين الجدد أيضا، واللي أكد فيها الرئيس ضرورة ضبط الأسعار وتحسين الخدمات للمواطنين والحد من التلاعب في الأسواق. ده كله ببساطة معناته إن في توجيه رئاسي للحكومة بتفعيل الرقابة. ده المؤشرات اللي قدامنا دلوقتي من الأخبار اللي عندنا النهاردة. زي ما قلنا برضو في المقدمة، في عوامل أو ردود أفعال إيجابية دولية عن الاقتصاد، ويمكن ده كمان عامل من العوامل المؤثرة في التطورات الاقتصادية اليومين دول. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم هنا في أسواق وأعمال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. الفقره دي هنتكلم فيها عن قطاع الصناعات الغذائيه في السوق او في سوق المال المصري، ازاي هيتاثر بارتفاع معدلات التضخم، وهل القطاع ده جاذب للاستثمار. هنعرف ده من خلال التقرير التالي. حقق قطاع الاغذيه والمشروبات بالبورصه صعودا بنسبه 22% منذ بدايه العام الجاري، وتشير توقعات بنوك الاستثمار لاحتمالية تأثر الشركات العاملة في القطاع بحالة الركود التضخمي نظرا للارتفاعات الشديدة التي سجلتها أسعار السلع الغذائية على مدار الفترة الماضية. وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الجاري ارتفاع معدلات التضخم خلال يناير الماضي بنحو 4.3% مقارنة بشهر ديسمبر السابق ليسجل 29.6%. ورغم جاذبية قطاع الأغذية والمشروبات وفرصه الواعدة في النمو، إلا أن اعتماده على استيراد غالبية المواد الخام يضعه على قائمة القطاعات الأكثر تأثرا بسعر الصرف. ويرى المتعاملون في سوق المال أن قطاع الأغذية والمشروبات يأتي ضمن القطاعات الدفاعية بالبورصة، ولا سيما مع ارتباطه بزيادة الاستهلاك لارتفاع التعداد السكاني، بما يدعم نمو واستمرارية الطلب على منتجات الشركات العاملة بالقطاع، كما يحميها أيضا من تقلبات سوق المال. وخلال العام الماضي استحوذ قطاع الأغذية والمشروبات المتداولة بالبورصة على نصيب الأسد من الطروحات الجديدة بالسوق بعد دخول منافسين جدد بالقطاع. وشهدت البورصة في العام الماضي تنفيذ طروحات جديدة بقيمة 2.3 مليار جنيه، من بينها طرحان بقطاع الأغذية والمشروبات بقيمة إجمالية تقترب من 2 مليار جنيه. كما نشطت خلال العامين الماضيين عمليات الاستحواذ على الشركات العاملة في القطاع. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. هنتكلم عن الموضوع ده معانا ومع حضراتكم الاستاذه امنيه الحمامي محلل قطاع الاغذيه والمشروبات بالبورصه. امنيه هانم، اهلا وسهلا بحضرتك معانا. في البدايه يعني لما الواحد بيتكلم على استاذه اميمه الحمامي، في البدايه لما الواحد بيتكلم عن قطاع الاغذيه والمشروبات بالبورصه بيتصور ان القطاع ده هيبقى منتعش جدا في معظم الفترات، خاصه ان الاستهلاك ما بيقلش. هل هو ده الحال في البورصه اليومين دول؟
مساء الخير يا أستاذ أيمن. طبعا بالنسبة من وجهة نظري سنة 2017 هتكون سنة استثنائية، هتكون طبعا سنة استثنائية من ناحية المصنعين أو من ناحية الشركات في القطاع، ومن ناحية المستهلكين من الناحية الأخرى. طبعا احنا من بعد التعويم مصر دخلت في مرحلة جديدة بمستويات أسعار مختلفة بأنماط استهلاك مختلفة. طبعا ده هتبقى لفترة بسيطة، وبعد كده من المتوقع ان في خلال بعض الاشهر ان معظم الانماط الاستهلاك هترجع للمستويات الطبيعيه. انها طبعا في الاول هيبقى في مرحله زي مرحله تعتبر صادمه شويه للمستهلكين، عشان طبعا في الاول الاجور والمرتبات مش هتكون زادت بنفس السرعه اللي زادت بها التكلفه على السلع الغذائيه في الفتره الاولى. فاحنا بنتوقع ان في الربع الاول من 2017 هو ده اللي هيكون فيه انخفاض شديد في الكميات المباعه، وبعد كده بنتوقع ان تدريجيا الكميات او الاستهلاك ترجع يعني نسبيا او تدريجيا للمستويات السابقه. ده طبعا هيزيد بحلول الربع الثاني من 2017، وده بسبب حلول شهر رمضان في شهر 5، وبعد كده في خلال الربع الثالث من 2017 هنتوقع ان تدريجيا هتكون الانماط الاستهلاك رجعت للطبيعي اكتر، وده بسبب ان الاجور والمرتبات في القطاع العام والخاص هتكون اتطبقت بالفعل، وده في حال استقرار اسعار الصرف. طبعا يعني بحلول الربع الثالث او الربع الرابع هترجع تدريجيا طبعا انماط الاستهلاك للانماط السابقه، وطبعا ده هيكون ده هيأثر على الشركات وعلى مبيعات الشركات. طبعا بالظبط مظبوط حضرتك، اكيد طبعا هيأثر على المبيعات بتاعت الشركات، وطبعا التأثير هيكون اقوى على الشركات اللي هي بتنتج سلع غير ضرورية او سلع مكلفة، وبالتالي المستهلكين يعني لما هييجوا يفكروا يصرفوا الزيادات اللي هم اخدوها في المرتبات او الاجور طبعا هيوجهوها اكتر للسلع الاساسيه او السلع الضروريه اللي طبعا بيتم استهلاكها على شكل بشكل يومي او بشكل دوري. ما حضرتك متابعه طبعا حركه سعر الصرف، وفي شايفين انخفاض في سعر الصرف اليومين دول، وكذلك في اتجاه لتخفيض الدولار الجمركي ومن ثم تأثيره على سعر المنتجات اللي داخلة السوق. هل مظبوط الشركات هتستفيد من هذا الموضوع، وخاصة في مبيعاتها؟ التوقعات في الفترة اللي جاية هتبقى ايه؟ طبعا بالنسبة للفكرة المتداولة الفترة السابقة في السوق ان هو فكرة انخفاض اسعار السلع الغذائية بمجرد هبوط او انخفاض سعر الصرف لمدة قصيرة، يعني سعر الصرف بدأ ان هو يهبط او ان هو ينخفض بقاله حوالي يعني 5 ايام او اقل من اسبوع. طبعا الفكرة دي بالنسبة لي او من وجهة نظري فكرة مستبعدة، فبالرغم من اهمية سعر الصرف ومدى تأثيره على الصناعة أو الصناعات الغذائية أو قطاع الأغذية والمشروبات، فهو مجرد عامل واحد من المعادلة وليس المعادلة كلها. في طبعا عدة عوامل هي اللي بتأثر بشكل كبير على التكلفة الإنتاجية، وطبعا كلهم اتغيروا من خلال 2016، وإحنا متوقعين أنه التغيير ده يفضل مستمر في الفترة اللي جاية. طبعا أهم عامل طبعا زي ما حضرتك ذكرت قبل كده هو سعر الصرف، وده بيأثر بشكل أساسي على القطاع، ده بسبب اعتماد معظم الشركات على السلع المستوردة كمواد خام، وده طبعا ده العامل الرئيسي. في عوامل تانية برضو أثرت على التكلفة الإنتاجية للشركات، من ضمنها طبعا ان معظم السلع اللي بيتم استيرادها بيتم التداول فيها على الاسواق العالميه، وطبعا اي تغير في اسعار السلع العالميه وفي الاسواق العالميه بيأثر طبعا على التكلفه، وخاصه لو الشركات طبعا اكيد، واكيد طبعا لو في تذبذبات في اسعار السلع في الاسواق العالميه والسلع دي بيتم استيرادها، فده طبعا كانه بيبقى زي دبل افكت او دول افكت، ان هو بيأثر على التكلفه من ناحيتين، اول
ناحية من بسبب سعر الصرف، الناحية التانية بسبب الأسعار العالمية لل تأثير لل المزدوج لل تأثير مزدوج. طيب أستاذة أميمة، لما بنيجي بنبص على القطاع ده بنقول عليه قطاع من القطاعات الدفاعية في سوق المال، يعني في البورصة المصرية، يعني إيه؟ ليه قطاع من القطاعات الدفاعية؟ وليه أنا كمستثمر أبص على هذا القطاع في الفترة الحالية؟ بالنسبة لقطاع الأغذية والمشروبات، هو طبعا بيرأس قائمة القطاعات الدفاعية. قطاع دفاعي معني أو هو ما يسمى يعني بالديفنسيف سيكتور، وطبعا من القطاعات الدفاعية هو طبعا قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع الرعاية الصحية. ومعنى إن هو قطاع دفاعي إن هو أول حاجة طبعا إن هو بيستمد قوته من السوق المحلي أو من الاستهلاك المحلي، وده طبعا معناه إن هو في خلال مثلا لو في فترة فيها تقلبات أو أحداث اقتصادية أو أحداث سياسية، في طبعا قطاعات بيحصل فيها زي ريساشن أو بيحصل فيها انخفاض في الحركة أو في التجارة. بالظبط، بيحصل فيها زي نوع من أنواع التباطؤ. أما القطاعات الدفاعية ده بتعتمد على عوامل او فاندمنتالز بتبقى مختلفه خالص او مش مرتبطه بالاحوال الاقتصاديه والاحوال السياسيه، زي من العوامل اللي مثلا بتاثر على زياده الطلب في قطاع الاغذيه والمشروبات هو التعداد السكاني. طبعا زي ما حضرتك اكيد عارف احنا اكتر دلوقتي من 92 مليون، وطبعا اكتر من 50% من التعداد السكاني او من الشعب اعمارهم اقل من 25 سنه، فده طبعا بيحفز يعني الاستهلاك. إيه؟ وطبعا يعني ايه قطاع دفاعي؟ لما انا اجي اقول قطاع دفاعي، انا مستثمر النهارده رايح البورصه معايا 1000 جنيه عايز اشتري بيهم اسهم، ليه احطهم في قطاع دفاعي؟ يعني ايه قطاع دفاعي؟ قطاع دفاعي معناه ان هو الطلب مش بيتاثر بالعوامل الاقتصاديه والعوامل السياسيه، او ان هو بيقدر يعني مقاومته اقوى بكثير من اي تاثير من العوامل السياسيه او العوامل الاقتصاديه. فمثلا يعني بالرغم مثلا من ان الفتره اللي فاتت او من بعد 2011 حصل مشاكل اقتصاديه ومشاكل سياسيه، فمثلا قطاع زي مثلا قطاع العقارات او قطاع التشييد والانشاء ده طبعا من القطاعات اللي اتاثرت سلبيا بسبب الاحداث الجاريه. انما طبعا قطاع الاغذيه والمشروبات من القطاعات اللي هي فيها ستابيليتي او فيها استقرار ومدعومه بمقاومات مختلفه، ان هو طول ما الناس بيحصل تزايد في السكان وبيحصل طبعا الشعب المصري الشعب استهلاكي بطبعه بينفق اكتر من 40 فبالتالي التأثير على سعر السهم بيبقى قليل. يعني السهم بتاعي لو ب 10 جنيه مش هلاقيه ان هو تاني يوم بجنيه، لا يعني ممكن الاقيه بيلعب في التسعه ونص في العشره في الحدود دي، فالتأثير بيبقى قليل. طب خليني اخد من حضرتك كده ونطلع على موضوع الاندماجات والاستحواذات اثرت ازاي في السوق. يعني احنا عندنا شركات اشترت شركات تانية، شركات دخلت في شركة تانية، اندمجوا مع بعض، ابرزهم في القطاع وتأثيرهم على اداء القطاع. طبعا القطاع الأغذية والمشروبات من أكثر القطاعات اللي حصل فيها صفقات في الفترة اللي فاتت. فبداية من 2015 في صفقات كثيرة جدا حصلت، ومن ضمنها طبعا صفقات اندماجات واستحواذات، والجزء الثاني كان عن طريق الطروحات في البورصة المصرية. فبداية من 2015 كان واضح جدا ان هو اهتمام المستثمرين الأجانب بالدخول في القطاع الغذائي في مصر، وده طبعا زي ما حضرتك قلت مدعوم بسبب ان هو قطاع دفاعي وان هو بيستمد قوته من الطلب المحلي. وده طبعا كان واضح في عدة صفقات حصلت، طبعا اهمهم المنافسة القوية جدا ما بين شركة كيلوج وشركة
وشركة أبراج للاستحواذ على شركة بيسكو مصر، وطبعا دي تمت باستحواذ شركة كيلوج الأمريكية طبعا على شركة بيسكو مصر. وبعد كده كان في بداية 2016 إن بايونيرز اشترت آب ديري، وطبعا في بداية من 2017 احنا متوقعين إن عدد الصفقات طبعا هتزيد، وده عدد ممكن صفقات يحصل عن هتزيد. يبقى طريق حضرتك ايه؟ يعني في فرص في القطاع ده في الفترة اللي جاية؟ بالظبط اكيد. اه طبعا، وخاصه من بعد التعويم طبعا المستثمرين الاجانب طبعا بقى لهم فتره طويله كانوا مهتمين قوي ان هم يدخلوا القطاع او السوق المحلي للاغذيه، وطبعا بس كان مؤثر عليهم موضوع عدم استقرار سعر الصرف، انها طبعا من بعد التعويم فبقت بالنسبه لهم فرصه طبعا قويه جدا الأستاذة أميمة الحمامي، محلل قطاع الأغذية والمشروبات، أنا آسف على مقاطعتك ولكن الرسالة وصلت. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم على السوق بصورته الشاملة. خليكم في أسواق وأعمال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. الفقره دي هي الفقره اللي احنا بنخصصها لاسواق المال والبورصه بنهايه الاسبوع. النهارده معانا صديقنا الدكتور ابراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركه النعيم للوساطه في الاوراق الماليه، وهو هيكلمنا عن البورصه تجاه مؤشراتها، نعرف منه اهم الاخبار اللي اثرت على السوق على مدار الاسبوع. دكتور ابراهيم اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا قول لي، لما بنبص على البورصه هذا الاسبوع، يعني احنا كنا شفنا بعد قرار التعويم شفنا انطلاقه رهيبه في البورصه، هل الاداء ابتدى يهدى شويه ولا ايه؟ طب يعني قبل ما اتكلم احب الاول ابارك الاستوديو جديد، الله يبارك فيك وخليك، حاجه فخمه على الاسم جديد للبرنامج، حله جديده ومذيع مخضرم، اعتقد ان هو يخليك دايما للامام. ربنا يخليك ابراهيم. حابب اشكرك كمان ان التكييف هنا ممتاز. اتفضلي. طبعا في شك ان البورصه استفادت من قرار التعويم، لان المستثمر بيبص على فروق الاسعار ما بين او فروق السعر اللي نتج عن التغير في سعر الصرف، وده ادى لصعود قوي في المؤشر الرئيسي من مستويات 8500 لمستويات 13500. ولكن المراقب عن قرب لحركة البورصة هيلاحظ ان الاسبوع ده لو استثنينا جلسة النهاردة والنص الثاني من جلسة امبارح وضفنا عليهم كمان اخر جلستين من الاسبوع اللي فات، كان في تراجع قوي في السوق، تزامن التراجع ده مع اغلبه مع يعني تراجع لسعر الدولار امام الجنيه المصري بسبب انخفاض سعر الدولار. أنا بعزوها لكده مع شوية جني أرباح للمستثمرين. مفيش شك إن الصعود القوي اللي حصل في البورصة في المقام الأول نتيجة تغير في سعر الصرف، فإعادة تقييم المستثمرين للأصول نتج عنه الارتفاع القوي اللي حصل، مع تراجع سعر الصرف للجنيه قدام للدولار قدام الجنيه، يعني الجنيه كان بيقوى خلال الأسبوع الحالي، ده أدى برضو أن حركة البورصة حصل فيها إيه؟ تباطؤ. ما فيش شك أن التباطؤ كان موجود من قبل كده بشكل حركة عرضية، ولكن الهبوط القوي اللي الناس شافته على مدار خمس جلسات متتالية حدته انتهت مع نص تاني من جلسة امبارح وشفنا صعود النهاردة، كان جزء منه ناتج عن التراجع في سعر الصرف. لأن لو كان استمر سعر الصرف في منحنى صعودي كنا هنشوف البورصة ما زالت برضو بتطلع. البورصة بتطلع في حالتين، يعني في دول العالم كله البورصة بتطلع في حالتين، هبوط قوي في سعر العملة المحلية للبلد دي فبنشوف البورصة بتطلع، وده بنشوفناه في نماذج دول كتير بيحصل فيها هايبر انفليشن فبنشوف السوق عندهم بيطلع مع سعر صرف حر. بالظبط. أو تدهور كبير في سعر الصرف حتى لو ما كانش حر، بس حصل تدهور كبير في سعر الصرف فبنلاقي انعكاس للبورصة صعودا عشان تعوض سعر الصرف. شفنا ده في روسيا. يعني انا النهارده لو معايا سهم ب 100 جنيه وسعر الصرف اتغير فلازم يحصل تصحيح علشان ال 100 جنيه دول لو زاد مثلا 100% يبقى توصل 200 جنيه علشان يصح، عشان يقدر يوصل لنفس المستوى اللي بالدولار كان
اللي نفس مستوى الابو ظبي. طب هل ده حصل؟ لا ما حصلش. يعني لغايه دلوقتي هل حصل بنفس نسبه ارتفاع العمله او انخفاض العمله؟ بعض الاسهم قدرت توصل، بعضها ما قدرش، بعضها بعيد جدا عن المستويات، بعضها ما اتحركش. يعني مش كل الاسهم كانت فيها نفس المحركات اللي قدرت تخليها تعوض فرق سعر الصرف. سهم زي جلوبال تيليكوم لا، عوض سعر الصرف وزياده بالصعود القوي بتاعه. يعني لو بصينا عن 2016 هتلاقي ان الدولار حقق مكاسب، جلوبال تيليكوم حقق مكاسب اكتر منها، يعني عوض الفرق وزياده. في اسهم ثانيه ما اتحركتش بشكل قوي رغم ان نتائج الاعمال بتاعتها استفادت من التعويم. على سبيل المثال سهم ابو قير تلاقيه في نفس المستويات ابو قير للاسمنت تقريبا، هو في نفس المستويات بتاعت الاسعار في بدايه شهر نوفمبر، ما اتحركش عنها كتير رغم ان نتائج اعماله اظهرت ان هو تاثر بالتعويم وحقق قفزه في الارباح، فده ما استفادش بسعر الصرف. انما معظم الاسهم القياديه حققت استفاده. القطاع اللي الناس شايفه كمان ان هو المداخيل الايرادات بتاعته هتتاثر بشكل ايجابي من سعر من تحرير سعر الصرف، هي اللي استجابت بشكل اكبر للتعويم. زي طب لو بصيت على القطاع العقاري، هو حصل تحريك للأسعار ولكن مش بيوازي التحريك اللي حصل في سعر الصرف. فهتلاقي ان الاستفادة في القطاع ده، في داخل القطاع ده، كانت بتختلف من سهم للآخر أو شركة للتاني. في شركات استفادت بشكل كبير وقدرت توصل لأعلى مستويات في تاريخها، وقدرت أنها تحقق مستويات جديدة زي مثلا مصر الجديدة. في شركات كان حركتها ضعيفة، زي ما يكون بتتحرك في بحر من الرمل، مش قادرة يعني تتحرك منه. ده بيوري قد إيه المستثمر كان انتقائي في حركة السوق خلال الثلاث أربع شهور الأخيرة، وكان بيتوجه للأسهم اللي ذات القيمة أكتر منها الأسهم اللي المشهورة. يعني طب احنا عندنا دلوقتي دولار وصل، يعني النهارده احنا وصل لاقل من 16، يعني في انخفاض، احنا نازلين نازله جامده في وقت قليل. هل ده هيأثر؟ نقصد ان هو يأثر على سوق المال. خلينا اقولها من شقين. لو ان الطلعه كانت بمجرد طلعه عشان تعوض سعر الصرف، فالتأثير هيبقى سلبي على سوق المال. زي ما احنا طلعنا عشان الدولار طلع، يبقى مش هنقدر نكمل طلوعه عشان الدولار بينزل، صح كده؟ بس ما انت عندك اسهم ما طلعتش بنفس نسبه الطلوع. دي ممكن تطلع بس وزنها بيبقى على المؤشرات ضعيف. تمام. بس انا عاوز ابص لها من زاويه تانية. يعني مش يعني دايما الحقيقه ما بتبقاش من منظور واحد. ونسال نفسنا سؤال، هو الاجابه مش هتبقى موجوده بشكل قاطع، ولكن نسال نفسنا السؤال ده: هل الهبوط بتاع سعر الصرف للدولار قدام الجنيه ده نتيجه تحسن او بوادر تحسن او توقعات بتحسن اقتصادي؟ كل الاراء بتقول يبقى ده يعني بشرة خير للبورصه. لان البورصات زي ما كملناش قلنا بتطلع على سعر الصرف او بتطلع بسبب الاقتصاد الجيد، والبورصه في الاخر هي مرآة للاقتصاد. اقتصادك بيتحسن، البورصه بتتحسن. تمام. يبقى لو سعر الصرف بينزل عشان الاقتصاد بيتحسن او هيتحسن حتى، يبقى ده اشاره ايجابيه للسوق. لو قدر يستوعبها او يلقط الموجه بتاعتها، هنشوف صعود. هيبقى في شبه يعني في نغمه استمراريه. لان الصعود بسبب محرك زي سعر الصرف ما فيهوش استمراريه. لازم يبقى الصعود في البورصه بسبب دفع في اداء اقتصادي بيتحسن. بالظبط. ده اللي ينتج عنه استمراريه. شفنا ده مع حكومه دكتور نظيف في 2004. الحكومة عملت طفرة في الاقتصاد، في مؤشرات الاقتصاد، في معدلات العائد، في جوانب كتير، حتى كأرقام كلية. بالزبط. يعني ما نزلتش تحت، يعني هذه كانت المشكلة بترتفع. مش بتزيد. طيب النهاردة في صعود للبورصة، تبرروا بإيه؟ هبوط قوي حصل أدى أن البورصة نزلت من مستويات 13500 على المؤشر الرئيسي لمستويات الـ 12300. يعني المؤشر فقد من أعلى نقطة جابها لأقل نقطة جابها حوالي 1350 نقطة، يعني ما يوازي 10% تقريبا. فكان بتقول من 13500 و50
13550 ل 12300 ل 12300 تقريبا 1350 يعني تقريبا 10%. ف 1250 فده بيمثل يعني فرص لبعض المستثمرين. دايما في المستثمر اللي هو بيراهن على ان دي اخر حاجه في النزول، فالمستثمرين دي اللي كان لهم الغلبه في جلسه امبارح او في الجزء الثاني من جلسه امبارح. بالاضافه اعتقد ان جلسه امبارح كانت اول جلسه بعد التشكيل الوزاري الجديد. دايما المستثمر في البورصه بيرجع دايما يفكر في الزمن الماضي لما حصل مثلا وزاره جديده بقياده او تحت رئاسه دكتور نظيف، شفنا ارتفاع قوي في البورصه. فاعتقد كان في بشره خير كده الناس كانت بتأملها في الوزاره الجديده، خصوصا بعد تغيير في يعني وزاره الاستثمار، فكان الناس بتطمح ان يبقى في حاجه ايجابيه. ده حصل، وعندك اسماء لامعه كمان انضمت في التشكيل الاخير. ده حقيقي، فالناس عندها امل ان يحصل تغير في فعلا في الاداء الحكومه، يصب في تغير او دفع عجله الاقتصاد للامام، وبالتالي البورصه تستفيد، وبالتالي ممكن يكون الهبوط اللي حصل بيمثل 10% على الاندكس، يعني ممكن في اسهم نزلت باكثر من كده بكتير، يمثل فرصه استثماريه، وده شفناه في جلسه امبارح وجلسه النهارده، انعكس بصعود قوي في السوق قدر يعوض فيه ان هو كان كسر مستوى دعم مهم عند ال 12600. قدرنا النهارده ان يعني نرجع تاني نقف اعلى من الدعم اللي اتكسر ده، دي اشاره ايجابيه في حد ذاتها. وعندك برضو عامل تاني اعتقد، وصحح لي لو انا كنت مخطئ، يعني ان التوقعات كلها هي على ثبات سعر الفايده من قبل اجتماع بنك المركزي اللي لسه ما اعلنش لغايه دلوقتي. اعتقد التوقعات بتصب في اغلبها لثبات سعر الفايده، مش كده؟ لان يعني عشان نعلي سعر الفايده بسبب التضخم الكبير اللي تم الاعلان عنه، اعتقد ان مش هيحل المشكله، لان التضخم يعني وده كان هياثر سلبا على البورصه. بالظبط، التضخم كان اسبابه ارتفاع التكاليف بسبب سعر الصرف، مش بسبب سيوله زياده مع الناس. تعرف لو هو كان بسبب سيوله زياده مع الناس كانوا رفعوا الفايده، انما ما اعتقد لو زادت التكاليف. فالتوقعات دي في حد ذاتها دي كانت عامل من العوامل المؤثره النهارده. اعتقد استقرار سعر الفايده من شيء مهم في الفتره الحاليه قبل ما تاخد منحى هبوطي، عشان اسعار الفايده العاليه مؤثره على الاستثمار. يعني هي بتقلل الاستثمار. فاستقرار ثم تاخد منحى هبوطي، يعني كلام عن اسعار الفايده، ده هيشجع الاستثمار. البورصه او سوق المال دايما مرتبط بشكل قوي بالاستثمار، ده حقيقي. فدمج وزاره التعاون الدولي في 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 حقيبه الاستثمار والتعاون الدولي الاثنين، والوزيره سحر نصر، ده اثر ايجابا؟ اعتقد البورصه بتتكلم، يعني حتى لو كان مبكر ان احنا نقول ان هو اثر ايجابا، فهو الواقع ان هو اثر ايجابا. يعني النص الثاني من يعني البورصه بدات امبارح على تراجع، وتراجع ما كانش قليل، تراجع في بدايه جلسه امبارح، بدايه جلسه امبارح، ثم بمرور الوقت حصل ثبات ثم تحسن. صح، قفلنا على تراجع في جلسه امبارح، ولكن كان واضح التحسن موجود من النص الثاني من جلسه امس، واللي هو كان اول يوم للتداول بعد الوزاره الجديده او تشكيل الوزاري الجديد. فاعتقد ان هو الناس لمست ان هو ممكن يكون التغيير ده له تاثير ايجابي على الاستثمارات الاجنبيه، سواء بشقها المباشر او غير المباشر، وبالتالي ممكن يحسن من الاداء الاقتصادي للبلد خلال الفتره الجايه على القرايات في 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 الاقتصاد الكل للبلد، سواء من حيث العجز الموازنه او العجز التجاري او فاعتقد ان ده كان له دور ما نقدرش نتجاهله في التماسك والصعود اللي حصل في جلسه النهارده. كلمني بقى شويه عن مستثمرين الاجانب في السوق غير مباشر في البورصه. طيب، هو طبقا للارقام اللي تم اعلانها من المسؤولين في الحكومه، خلال من بعد التعويم حصل زياده في او جذب الاستثمارات اجنبيه غير مباشره في اذون الخزانه بمليار ونص، وفي سوق المال بحوالي نص مليار، يعني 2 مليار. اللي داخل يستثمر في سوق المال استفاد، بنتكلم عن مستثمر اجنبي، استفاد بحاجتين: غير الدولار باسعار عاليه، اشترى اسهم بمستويات قليله، الاسهم ارتفعت دلوقتي يقدر يغير من جنيه لدولار باسعار منخفضه، يعني هو استفاد كسبان من ناحيتين، من سوق المال ارتفع، ومن سعر الصرف اللي هو كان داخل بسعر ودلوقتي بيغير بسعر اقل. فالاستفاده بتاعته كانت مزدوجه. طب ده يعمل ايه؟ اعتقد يخلي ان هو المكسب بيجيب مكسب. فالمستثمر اللي كسب فلوس بتجيب فلوس على طول.
المستثمر اللي كسب ممكن يرجع تاني يفكر ان هو يستثمر تاني، او ناس تانية شافت مستثمرين زيهم كسبوا فيحاولوا ان هم كمان ينتهزوا الفرصة ويدخلوا السوق المصري. فاعتقد ده ممكن يبقى يعني بداية لحركة زي اللي حصلت في 2001 و2002 و2003 بعد التعويم اللي حصل في 2001 وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة. 2003 التعويم؟ التعويم حصل في 2003 في فبراير 2003. طيب كلمني على القطاعات بقى اللي هي أبص لها في البورصة كده وأقول القطاع ده أداؤه متميز ويجذب المستثمرين. قبل التعويم كنا بنتكلم دايما على قطاعين مرشحين دايمين على مائدة ان هم يبقوا الابرز، كان قطاع البنوك مالي وقطاع العقارات. اعتقد الدنيا اتغيرت والناس شافت ان في وجوه جديدة بتبقى تضيف على المائدة دي، مائدة الابرز دايما. ابرزهم القطاع اللي حضرتك بتتكلم عنه قبل شوية، قطاع الاغذية والمشروبات، كان في قطاع المطاحن، في قطاع الادوية، قطاعات كتير بتحاول انها قطاع الاسمده مثلا، قطاعات كتير بتحاول انها تستفيد او شافت استفاده، رغم انه ممكن يبقى في تباين داخل القطاع الواحد، انما شفنا حركات قويه على القطاعات دي وفي بعض الاسهم منها حققت طفرات سعريه خلال الفتره الاخيره. ما زال القطاعات دي برضو ان هي قادره ان هي تجذب مستثمرين اكتر، نظرا يعني هنتكلم مثلا على القطاع اللي حضرتك بتتكلم عنه، هو ما قدرش يحول زياده في التكاليف الكامله اللي حصلت عليه للاستهلاك عشان ما ياثرش على معدلات الاستهلاك انها تنخفض بشكل كبير. بمرور الوقت هيقدر يحول ارتفاع التكاليف اللي هو مش قادر يحوله بشكل كامل، هيحوله بشكل كامل للمستهلكين، وده يرجع هامش ربحه كنسبه لما كانت عليه. بس هنا في فرق. الفرق في ايه؟ ان هامش الربح كنسبه هيرجع زي ما كان عليه، ولكن كرقم هيبقى اكبر بكتير. وبالتالي يبقى الارباح بتاعه الشركات دي هتزيد، وبالتالي ده هينعكس على سعر الصرف. فالناس بتستبق دلوقتي ان هي تكون مراكز سواء كان مستثمرين محليين او اجانب لحين ظهور نتائج الاعمال. بالظبط، والحين ان الشركات دي تقدر فعلا ان هي تنقل التكاليف اللي زادت عليها بكاملها للمستهلكين، وبالتالي تقدر ترجع تاني لوضعها في تحقيق هامش الربح كنسبه مئويه اللي كانت بتحققه، وبالتالي الناس دي تحقق ارباح على الاستثمارات اللي عملته بشكل كبير. طب قول لي بقى توقعاتك للمؤشرات الفتره اللي جايه. طيب ناخد كده مؤشر مؤشر كده. مؤشر 30 النزول القوي اللي حصل خلال الخمس جلسات نزلنا من مستويات قريبه من ال 13500، الجلسه امبارح كنا عند ال 12300 اللي بدانا نرتد منها. النزلة دي أدت لإيه؟ إن هو السوق كسر مستوى ما كانش كسر من حوالي 3 شهور، هو مستوى ال 12600 نقطة، ودي كانت إشارة سلبية. ولكن الجميل إن هو قدر خلال جلسة النهاردة إن هو يرجع تاني يقف أعلى من مستوى ال 12600، بما يشير إن الكسر اللي حصل لمستوى الدعم ده هو كان كسر كاذب، وبالتالي إشارة الكسر الكاذب دي بتبقى إيجابية للسوق وممكن نشوف صعود في الفترة الجاية. ما زلنا بس لنا تحفظ على احجام التداول اللي تدنت بشكل كبير، ولكن ممكن نعزو ان احجام التداول قلت لان السوق بيمر بحركه تصحيح بشكل عرضي اللي هي بيبقى من بيتزامن معها ان احجام التداول بتقل بشكل كبير زي الوضع الحالي. ولكن وجود او صعود مؤشر اعلى من 12600 مره ثانيه يأهله ان هو ممكن يكمل صعود لمستويات 12900 ثم المستويات اللي نزل منها قرب ال 13400 13500 مره ثانيه. مؤشر ال 70 شاف برضه بعد ما قدر يوصل لمناطق 530 شاف جني ارباح، شاف تصحيح، نزل لمستويات دعم كانت موجوده في نطاق 500 505، قدر يتعافى منها في جلسه النهارده ولو حتى بشكل مش قوي زي مؤشر ال 30، ولكن دي اشاره مبدئيه ان هو الدعم تفاعل، يعني المؤشر تفاعل مع الدعم وبدا يرتد منه، مما قد يؤهله للصعود للمستويات اللي كان عليها اللي هي 530. كسر 530 يخلي فيه فرصه للصعود لمستويات 550 مره ثانيه. ما شفناش من زمان 550. ما نوعاش عليها دي. بالظبط. طيب 100 بقى. بص هو 100 بالنسبه يعني لك مش ده اللي انت بتعول عليه. بالظبط، يعني هو الناس بتبص ده على 30 و70 على اساس ان هو ال 100 بيبقى خليط من الاثنين.
هو احنا في احتياج الى اعاده النظر في المؤشرات وفي مكونات المؤشرات؟ يعني عشان نشرح للساده المشاهدين، اشرح لنا كده المؤشر ده بيبقى مبني على ايه؟ هو المؤشر هو دايما يعني بيتسمى افريج او متوسط، متوسط للاسهم اللي بيتكون منها المؤشر ده. المؤشرات بتتحسب بطرق كتير، طرق عديده، ولكن ما فيش طريقه ما فيهاش عيوب. كل طريقه فيها ميزه وفيها عيب. فانت بتاخد المؤشر على عيبه، مش هتقدر ان انت. بس هل المؤشرات اللي موجوده عندنا هي معبره بصوره حقيقيه عن الشركات اللي موجوده في سوق المال المصري؟ لو بصيت للمؤشرات بتنوعها هتلاقي بتنوعها ده بيعبر، يعني ما فيش مؤشر واحد بيعبر عن كل السوق. يعني ما تقدرش تقول 30 بيعبر ولا 70 لوحده بيعبر ولا 100 لوحده بيعبر. كل مؤشر بيعبر عن انحيازاته. بمعنى يعني ايه انحيازاته بقى؟ طبعا مؤشر 30 فيه 30 سهم، ولكن طريقه حسابه بتخليه منحاز لاسهم على حساب اسهم، اللي هي الاسهم الشركات ذات الملاءه الماليه الكبيره، ولا هتختلف عدد الاسهم فيها اكتر ولا ايه؟ لا، تختلف على حسب طريقة حساب المؤشر. مؤشر 30 بتحسب على طريقة أو المتوسط المرجح لرأس المال، وبالتالي هو بينحاز للأسهم ذات رأس المال الكبير. قد تكون رأس المال الكبير ده مش لازم يبقى هو كسعر هو أعلى سعر، ولكن هو كرأس مال هو الأكبر، يعني كإجمالي عدد أسهم بالظبط في سعر، هو ده اللي بيدينا رأس المال. فهو بينحاز للي عنده أكبر رأس مال، اللي هو التجاري الدولي مثلا، يليه جلوبال تيليكوم بعد الصعود القوي اللي حصل خلال 2016. فهو بينحاز للاسهم الكبيره. مؤشر ال 70 وال 100 طريقه حسابهم بتخلي ان الاسهم ذات السعر السوقي العالي هي اللي لها وزن كبير عليه. ممكن تكون شركه صغيره ولكن سعرها كبير، يعني سعرها مثلا 50 جنيه او 100 جنيه او 500 جنيه، بس مش لازم انها تكون الشركه الاكبر في السوق، ولكن سعرها كده، فبتخليها هي صاحبه الوزن الكبير عليه. فكل مؤشر بينحاز للاسهم صاحبه الوزن الاكبر عليه. توقعاتك بقى؟ اعتقد السوق هيقدر ان هو يعني يتخطى التصحيح اللي بنمر بيه بشكل عرضي، ويستعيد تاني الصعود. اعتقد ان البورصه هتقدر تستفيد من الهبوط اللي بيحصل في سعر الدولار، رغم المفروض العكس نظرا لان الاقتصاد هو المحرك الاكبر. بس انت عندك حاجات كتيره جايه، يعني انت عندك اطروحات جايه، يعني شركات سواء بنوك، قطاع البترول والغاز، يعني عندك حاجات كتيرة جاية هتحصل الفترة الجاية، عندك سياحة لسه كمان الحاجة إن شاء الله مهم جدا. يعني ففي الأمور اللي جاية دي ما تديش دفعة قوية لسوق المال الفترة اللي جاية؟ هتدي له دفعة، لأن دي حاجات هتصب في إن الاقتصاد يقدر إن هو يتعافى ويبدأ إن هو يخطي درجات لأعلى، في إن هو نشوف عجز الموازنة بيقل، نشوف معدلات النمو في الاقتصاد بتزيد، نشوف عجز الميزان التجاري بيقل. كل دي حاجات ممكن تقلل من الضغط على الاقتصاد، بالعكس ممكن يبدا ياخد خطوات للامام. الاقتصاد لما ياخد خطوات للامام هتلاقي الشركات ارباحها بتزيد. طب لما الشركات ارباحها تزيد يبقى اسعارها في السوق هتزيد، فالاقتصاد لما هتحسن طبعا بالحاجات دي كلها، هنشوف قفزه في سوق المال، قفزه يبقى لها استمراريه، مش مجرد ان احنا بنستفيد من حدث وما بنكملش. احنا على مدار من 2012 لحد قبل التعويم كنا بنستفيد من احداث، الناس بتتفائل بحدث معين، نشوف صعود في السوق، وبعد كده نلاقي الاقتصاد مش قادر يستجيب للحدث ده، فالطلعه اللي كانت في السوق ما بتكملش. اعتقد الفتره الجايه ممكن نشوف لا، السوق يقدر يتغلب على التصحيحات، يقدر يستعيد تاني الاتجاه الصاعد بتاعه، ده هيكون بدفع من الاقتصاد. هو ده العامل المهم والاكبر اللي يخلي الصعود له صفه الاستمراريه. ده عامل، وايضا في عامل تاني انتوا دايما بتتكلموا عليه، سيكولوجيه المتعاملين. تمام. السيكولوجيه مش بتيجي ان انا النهارده مبسوط فادخل اشتري وان انا لا، السيكولوجيه بتيجي من بناء الثقه. الثقه لما بتتبني على ان الاسعار لما بتنزل بتصحح، ما فيش حاجه بتطلع في خط مستقيم او بتنزل في خط مستقيم، ولكن دي اول حاجه بيعلموها لنا في البورصه، يعني اليويو. بالظبط. فكل السوق ما بيعمل تصحيح ويقدر ان هو يطلع من التصحيح ده، يتعافى منه ويجيب مستويات جديده، ده بيساعد في بناء الثقه للمستثمر. كل ما الثقه تزيد كل ما نشوف صعود اكتر في السوق.
الدكتور إبراهيم النمر، دايما بتسعدنا بوجودك معنا، بشكرك شكرا جزيلا. أنا اللي أسعد وتحياتي ليك وللسادة المشاهدين. الله يخليك دكتور إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية. بشكر حضراتكم، ويوم الأحد بداية الأسبوع الجديد، الأسبوع اللي كله تفاؤل وكله تحسن إن شاء الله. يوم الأحد وبرنامجكم أسواق وأعمال. We'll be right back.